تمام، وانا كنت حابه النهارده اتكلم على اليوان كورس. اليوان كورس وباشمهندس محمد، يعني اكتر حاجه اتعلمتها اللي هو اذا عمل احدكم عملا فليتقنه. في احترام جديد جدا للمشتركين، في سيستم جميل جدا احنا باشمهندس شغال بيه. باشمهندس بيعلمك من اول خطوه خالص، زي من الصفر ازاي بتتعامل مع مشروع، ازاي مرحله التنظيم والترتيب، ازاي توصل ان انت كانك بتتعامل في شركه انترناشونال من كتر السيستم اللي بيبقى موجود، ازاي زون واحده صغيره بتطلع عليها كميه الداتا ديت في كورس واحد بس، او في وقت يعني في خلال شهر، وده مده يعني كبيره جدا على زون صغيره. بس بالرغم من كده باشمهندس بيدي كل طاقته معاك في المتابعه، وازاي ان انت يعني في كذا مرحله انت بتطلع فيها. يعني سبحان الله، الواحد لما بيبص على شغله في الاول خالص وبعد كده يبص على الشغل اللي طلع منه، الصراحة يعني حاجة مبهرة خالص. انا ما كنتش اتخيل ان انا يطلع مني الكلام ده خالص صراحة. فكرة في حاجة تانية كمان، فكرة ان انت خلاص مش مرحلة ان انت تعمل ديزاين 3D وهو ممكن ما يتنفذ، لا هو دلوقتي انت بتعمل 3D اللي هيتنفذ ده فعلا، لان باشمهندس خلاص بيعلمك ان البوينتس اللي انت بتقع فيها كتنفيذ او كمدير المكتب ممكن يرفضها او يرفض لك الديزاين بتاعك بسبب الاجزاء ديت، لا خلاص هي مش موجوده. انت الديزاين اللي انت هتعمله ده 90% احتمال يتنفذ، لان خلاص ما فيش التكنيكات بتاعه التنفيذ اللي انت عارفها، فانت مظبطها اصلا في الديزاين من قبلها. فدي من اكتر الحاجات اللي الواحد اتعلمها. وفي حاجه جميله جدا يعني الصراحه، في احترام شديد جدا جدا للناس المشتركه هنا، اهوت احترام للمواعيد، في بذل مجهود مش طبيعي في المتابعة، كأن المشروع ده ريلي مش بتاعي، كأن المشروع دوت بتاع باشمهندس ذات نفسه، كأنه اسمه يعني هيبقى اسم باشمهندس هو اللي عليه بس. فريلي يعني المتابعة الصراحة أنا ما شفتش زيها قبل كده في أي كورس، يعني أيا كان المكان كويس أنا اتعاملت فيه. كان في بوينت كمان، بوينت ان انا وانا داخله، يعني دلوقتي تقريبا اي كورس انت ممكن تتفرج عليه من على النت كده يعني كفيديو، وانت بتخاف جدا ان انت تلاقي تدخل كورس مثلا مفيش فيديو، لان انت بتحس ان انت هتقع يعني او مش هتجمع المعلومه. فلا سبحان الله، يعني انا برضو كنت فاكره كده، بس لما صراحه لا، فكره المتابعه هي الاقوى. فكره لا، الفيديو ده انت ممكن تتفرج عليه وتسيبه، بس الداتا المهمه جدا الصراحه الباشمهندس كان سايبها في فيديوز. تمام، فكره التنظيم كان في الفيديو، لكن فكرة المتابعة هي الصراحة كانت أقوى بكتير جدا من الفيديو. هي أكتر مرة حسيت فيها إن لا، فكرة متابعة الباشمهندس ذات نفسه أقوى بكتير جدا، مرة واتنين وتلاتة. لكن فيديو أنت أصلا سبحان الله، فيديو هتعمله صح مش هتطلع منه أخطاء من أول مرة، مش هتطلع منه أخطاء خالص وأنت شغال. لكن بالعكس، لما أنت بتشتغل من غير فيديو أنت بتطلع أخطاء مرة اتنين تلاتة الكذا مرة دولت، أنت كل مرة فيهم بتتعلم أكتر. بس دي من اكتر الحاجات المفيده. وفي انت اصلا لو ما غلطتش انت عمرك ما هتتعلم فكره الفيديو، وان انت خد اسطمبه ده. لا، ما انا حاليا بعد الكورس دوت لا ما حسيتهاش، حسيت انا عندي فيديوهات كتيره جدا على الكمبيوتر بس انا اصلا ما بتفرجش عليها. ويعني خلصت الكورس مثلا بتاع الماكس ومعايا فيديوهات انا ستيل لحد دلوقتي ما اتفرجتش عليها، يعني في محاضرات انا تقريبا ما اعرفهاش. لكن في الكورس هنا انا الصراحه لا، انا دلوقتي خلصت الورشه وانا حاسه 100% ان انا معايا معلومات كويسه جدا، وان انا اتقنت فيها، وان الباشمهندس يعني تباني فيها ومفيش عندي غلطه، عكس ان انا خلصت كورسات تانية بسبب موضوع الفيديوز دوت. انا يعني ما كنتش شايله هم ان انا اشتغل وقتها، فحتى الان لسه ما طلعتش نتيجه، لكن من غير الفيديوز انا طلعت نتيجه فعلا.